بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم ان شاء الله بدنا نكمل جزئيه صغيره ضايله في السكشن الاخير تكلمنا فيه المحاضره السابقه، ونبدا في شابتر 3. احنا يمكن المره اللي فاتت طلبنا منكم في نهايه المحاضره تعملوا بارسينج باستخدام هذا الترانزليتور للسنتنس هاي. طبعا السنتنس هاي هي سنتنس موجوده في اللانجويج، المفروض طالما موجوده في اللانجويج اقدر الاقي لها شجره او عمليه بارسينج في الجرامر اللي فوق. المفروض النتيجه اللي تطلع من اذا انا شغال صح اللي ينطبع في الملف اللي هو التحويله هاي، هذه المفروض يطلع، المفروض انكم عملتوا هذا الكلام. لكن انا هنا بس بدي انوه لنقطه صغيره واسيب المثال هذا. النقطه اللي بدي انوه لها انه لازم كل الاكشنز الموجوده تتنفذ، لازم كلها تتنفذ، مش بس تبعون الطباعة. يعني ما تفكريش انه انا بس بنفذ الطباعة وخلاص والحاجة اللي مش طباعة بنفذهاش، هذا غلط. انا لازم انفذ كل اكشن موجود، ان كان طباعة بدي اطبع، ان كان كرييشن لاوبجكت بدي اعمل، ان كان في كونستراكتور بدي اتم استدعائه بدي استدعيه واشوف ايش بيقول وانفذ، ان كان بوت بدي اعمل بوت، ان كان جيت بدي اعمل جيت. فبدك تنتبه للقصة هاي. يعني على سبيل المثال لما فتحنا هنا الجوس هنا، شايفة الجملة هاي ايش بقول لي؟ top تساوي new environment. هذه شو معناها؟ انه بدنا نعمل creation للobject environment، مزبوط ولا لا؟ الان هذا شو بده يسوي؟ مش هذا بده يستدعي constructor اللي اخذناه المرة اللي فاتت للenvironment. الconstructor ايش كان في جواته بده تتذكري؟ كان يقول لك اعملي هاش تيبل، مزبوط، وخليه التوب تبعه في له up، في له top. طبعا في حالتي اول واحد التوب تبعه ايش بيكون؟ بيكون نل. شفت انت كيف؟ الان لو اجى فتحت قوس ثانيه حتعملي كرييشن كمان مره لانفايرمنت، وبالتالي حتستدعي الكونستراكتور كمان مره، وحتعملي تيبل كمان مره، ويصير ياشر من البيرنت تبعه اللي فوقيه اللي هو مخزن في السيف. فانا اوريدي مع انها مش طباعه العمليه، لكن لازم اجي اكتب في صفحتي اللي انا قاعد بعمل فيها البارسينج انه برسم التيبل وبرسم التيبل. طب وين طلع رسمة التيبل؟ ما هي طلعت من هان، من استدعاء الكونستراكتور تاع هذا الاوبجكت. الان تعالي خدي مثال ثاني. لما يجي يقول لك مثلا توب دوت بوت، مين بقصد في التوب؟ طبعا هنا اللي اخر سيمبل تيبل موجود. الان لما يقول لي دوت بوت يعني روح حط في هذا السيمبل تيبل الاكس والقيمة تبعتها اللي هي التايب. فعلى طول لازم اجي هنا ايش اسوي في التوب؟ اجي اقول له هاي في عندي اكس او واي او بوزيشن حسب الكلمه الموجوده اللي لقيتها في عمليه البارسنج، وبسجل جنبها ايش؟ الاس اللي في نوع التايب. شفت انت كيف؟ هذا مثال. طيب ممكن الاقي مش توب دوت بوت، ممكن الاقي اكشن زي هيك توب دوت جيت. هذه ايش بدها تستدعي؟ هذه بدها تروح تدور في السيمبل تيبل الحالي، ان لقت القيمه بروح برجع لي اياها وبخزن لي اياها في اس، ان ما لقاهاش حيدور هان ويدور هان لغايه ما يلاقيها برجعها، ما لقاهاش برجع نال. علشان هيك لما جيت انا اطبع اس دوت تايب ايش طبع؟ طبع اللي لقاها. فهذا كله متكامل مع بعضه، البرنت مش لحال. لما طبع برنت اس دوت تايب، طب من وين بدي اجيب الاس دوت تايب؟ مش انا دورت عليها قبل شويه في السيمبل تيبل وكنت حاططها وجابها وطبعت النوع تبعها؟ فبس هي النقطة اللي بدي انا أأكد عليها، انه موضوعنا مش بس موضوع طباعة وخلاص، أي أكشن لازم يتنفذ، إن كان هو طباعة بطبع، إن كان كرييشن لأوبجكت بدي أعمل، إن كان أعمل سيمبل تيبل بدي أسوي، إن كان حط في السيمبل بدي أسوي، إن كان هات من السيمبل تيبل بدي أسوي. فلازم لما أقول لك اعملي بارسينج أشوف في صفحتك شغلتين، اشوف التري واشوف البرنت اللي بيصير، واشوف هذا الاكشن اللي قاعد بيصير انه اعمل سيمبل تيبل حطي فيه شيلي فيه. فلازم اتاكد من هذا الكلام. عشان هيك معظم اللي انا شفتهم حلين السؤال هوم وورك ما كانوش حاطين السيمبل تيبل، وهذا غلط. كيف عرفتي بده يطبع اكس؟ كيف عرفتي انه بده يطبع انتجر؟ كيف عرفتي بده يطبع واي؟ بده يطبع بوليان؟ كيف عرفتي وانت مش عامله سيمبل تيبل؟ فكان الاصل انه في اكشن قبلهم، انه اعمل السيمبل تيبل، حط جواته كذا، جيب منه كذا، عشان العمليه تكون سليمه. فضروري جدا تحاولوا تعملوا عمليه بارسنج كمان مره بشكل سليم. ماشي الحال؟ الان خلص انا حكتفي بهذا القدر هنا، وادخل على الشابتر الجديد، شابتر 3 ان شاء الله.
طبعا 2.8 انا ما شرحتوش، في شابتر في المستقبل على الانترميديات موجود ان شاء الله، ان وصلناه هينا اخذناه، ما وصلناهوش خلاص مش مشكله. الان بدنا نفوت على شابتر 3. طيب ايش رايكم في عنوان شابتر 3؟ ايش بيقول؟ ليكسيكال اناليسيز، صح ولا لا؟ طب هذه مشكله. طب احنا ايش كنا نشتغل في الشابتر اللي فات؟ ما احنا خلصنا الليكسيكال. الكل بعض الناس هيك حيقولوا، مش احنا اخذنا الليكسيكال وعملنا البرنامج وتعرفنا على التوكنز و100% وعرفنا نتواصل مع البارسر وحكينا قصص كثيره في الليكسيكال؟ ايش ضايل له جايب لي اياه عامل لي اياه شابتر؟ ايش بدك ضايلك تشرح فيه؟ ايش رايكم؟ ليش يعني عامله الان بشكل شابتر؟ طيب ما احنا حليناها، قلنا بنقرا من اليوزر بصير يقرا من الملف المكتوب، مش خلينا مش حليناها ايه؟ ما احنا فصلنا، مش قلنا بيروح بيدخل بفوت كل ما يلاقي اي دي بيقول لي لقيت توكن اي دي، كل ما يلاقي نمبر، كل ما يلاقي كاركتر بيقول لي، يعني تقريبا كل شيء احنا عاملينه هيك هيك يخيل يعني نحن عاملينه. ايش رايكم؟ ايش كيف من جوا؟ احنا عملنا، انت مش عملتي وخلصت الليكسيكال؟ مش شرحناه من جوا كيف بيشتغل؟ سكان، عملنا سكان. ايش؟ كيف يعني فانكشن جاهزه؟ مش واضح بس يعني هاي مثلا مثال صغير، يعني في تول ممكن نتعرف عليها، صح؟ طيب يعمل شابتر عشان التول؟ كويس، هذا كويس، هذا شيء جديد، التول يعمل شابتر عشان التول. طيب خلينا نفصل شويه. طبعا احنا بالفعل اخذنا الليكسيكال انالايزر، لكن في امور كثير ما فصلناش فيها، بدنا نتكلم عنها خلال هذا الشابتر. على سبيل المثال، على سبيل المثال احنا قلنا انه ممنوع يكون الكي وورد يكون فاريبل، مش هيك في الشروط تبعتنا؟ لكن ما عرفناش ليش هذا الكلام ممنوع. اليوم نحاول ناخذ امثله ونشوف ليش هذا ممنوع. قلنا ممنوع مثلا في الجافا لما بتكتب ايدنتيفاير تحط فراغات في الكلمه الواحده، يعني بدي اكتب بوزيشن اكتب بي فراغ او فراغ اس، ممنوع. بس ما شفناش، ما فهمناش ليش هذا الكلام ممنوع. الشغلة الثالثة، إحنا في الشابتر السابق كنا نتكلم كهيومن، كإنسان، كيف أنا بدي أعمل عملية الليكسيكال، فروحت إيش أسوي؟ روحت صرت أمشي في الملف وأقطع وأشتغل. لكن في الشابتر هذا تحديداً نتكلم ككمبيوتر، كيف بدي أعمل عملية الليكسيكال، كيف العملية بدها تصير سيستماتيك، يعني كيف بدي يفكر عشان يقطع الكلمات، وكيف يعمل الإشي أوتوماتيك لحاله ويعمل عملية الليكسيكال بدون مشاكل. شغلة رابعة، احنا لما تكلمنا في الشابتر السابق عن التوكنز فرضنا بس انه عندي اي دي، فرضنا بس انه عندي نمبر، فرضنا بس انه كل كاركتر قائم بذاته، لكن ما فرضناش اصغر او يساوي، اكبر او يساوي. طيب في حال وجود توكنز من هذا النوع كيف بدي اعمل البرنامج؟ كيف اوتوماتيك بده يتم؟ نقطة خامسة، موضوع التول. التول هاي اللي انت بتتكلم فيها ايش قصتها؟ كيف بتنعمل؟ كيف انا احط وصف التوكن جوا التول عشان ارتاح ويصير يعمل لي تقسيم للملف بناء على الوصف تبعي، يعني طلع التوكنز بناء على الوصف تبعي. ففي الكثير من الاشياء في هذا الشابتر لازم نعرفها. بعدين في شغله سادسه مثلا ممكن نتكلم فيها الان، الان القراءه من ملف بطيئه جدا. طيب كيف اسرع العمليه؟ كيف اقرا مثلا مش من الملف، او يعني ايش الافكار او ايش الايدياز الموجوده؟ فالواضح انه حيكون اكيد في كثير من الامور اللي احنا ما تكلمناش فيها في السابق سنستزيد، يعني خلينا نقول الشابتر هذا زياده للمعلومات السابقه وتركيز اكثر على ناحيه السيستماتيك، انه ككمبيوتر كيف بيعرف، كيف بيسوي، كيف بيشتغل. وخليني ابدا بمثال بسيط اكتبه، اف ذن then equal else equal then. كيف السؤال هذا؟ هنا حد قادر
يشرح لي. طبعا مسموح في لانجويج من اللانجويجز، انا ناسي اسمها الان، مسموح انه يكون الكي وورد والفاريبل زي بعض. يعني مسموح الاف اعملها فاريبل، ومسموح الاف تكون هي اصلا كي وورد. ومن هذه اللانجويج اللي بتسمع بهذا الكلام كتبنا هذه على اللوح. الان بتقدر تفسري لي اياها المكتوب على اللوح ايش معناها؟ غيرك في حدا تاني بده يفسر؟ فسري. وين هذه اف؟ يعني انت بديتي صح، بس بديتي تتوهي في الاخر، تهتي شويه. انا متاكد لو ركزتي ثاني حتعديها صح. حدا غيرها؟ وين الهندسه؟ ما شاء الله عليكم باشمهندسات، ايش الدعوه؟ ولا وحده تجاوب؟ طب جاوبي ايش؟ كمليها صح. الطلاب ال 15 واحد منهم جاوب صح، يلا من ال 60 بنت هنا، واحده بدي تجاوب صح. ايش رايك؟ كي وورد. طيب وهي؟ طيب وهي؟ يلا كملي عاد كملي. الاي دي يساوي ايش؟ وايش الذن الاخيره؟ ممتاز. يعني هي في النهايه كويس، يعني اشتغلوا صح وحللوا لنا اياها. بس هنا ايش بتلاحظي؟ بتلاحظي انها استصعبتي انت وانت هيومن، استصعبتي وانت تعرفي فيها. بس انا خليني احلل لك اياها. طبعا هذه الاف الاولانيه هي كي وورد، تمام؟ الذن هاي زي بوليان، فاريبل بوليان، يعني اف ترو او اف فولس. الذن اللي هان كي وورد، يعني اف ترو ذن نفذ الكلام الموجود. الكلام الموجود شو؟ فاريبل اسمه ذن حيساوي قيمه الفاريبل اللي اسمه إلس، يعني اكس تساوي واي. يعني اف ترو ذن اكس تساوي واي، بس اختار كلمه الاكس هنا ذن، واختار كلمه الواي إلس. طيب إلس هذه ايش؟ كي وورد، يعني اذا ما تحققش الشرط، اذا ما كانتش ترو او ما كانتش فولس، إلس اعكس الفاريبلز. يعني ما تخليش الذن تساوي قيمه الإلس، يعني ما تخليش الاكس تساوي قيمه الواي، خلي قيمه الواي تساوي قيمه الاكس، فصارت إلس تساوي ذن. فهدول الثلاثه هم كي ووردز، بينما الباقيين هم ايش؟ فاريبلز. لكن لاحظي انه انت كهيومن استصعبتي وانت قاعده بتحللي، هذه اف والله هذه ذن، وصرت تطلع الى قدام وتطلع الى ورا، وصرت تحسبي شو نوع هذه ومش نوع هذه، صح ولا لا؟ حتى تقدري تجاوبيها. طب ما بالك الكمبيوتر كيف بده يسوي؟ ما بالك السيستم كيف بده يسوي؟ بالتاكيد السيستم مش منه مش حيعرف، حيعرف لكن حيطلب الموضوع مني بروسيس زياده، صح ولا لا؟ علشان يقعد يقارن، طب هذه الاف فاريبل والله كي وورد، فبده يمشي لقدام لما بلاقي الذن هذه، يبقى هذه بقصد فيها فاريبل كي وورد. طب الذن هذه، يعني الكمبيوتر او السيستم في الاخر مش منه مش هيعرف، حيعرف لكن لازم يعمل ايش؟ بروسيس الزياده. عشان هيك بتلاحظ اللانجوجز الجديده اللي زي الجافا ايش بتسوي؟ بتقول لك ممنوع نستخدم نفس الفاريبل يكون كي وورد. ليش؟ عشان يريح بالي من بروسيس على الفاضي اعملها. بعدين مش بس هذه مش بس هذا الشيء، او عشان هيك هم عاده بيحاولوا دائما انه في اللانجوجز الجديده يريحوا المبرمجين، صح ولا لا؟ الان هل هذا يعتبر نوع من التقييد؟ يعني هو قيدني ممنوع تستخدم الفاريبل كي وورد؟ لا، ما بنعتبروش من التقييد، وبنعتبره اشاره سليمه وصحيحه. ليش؟ افترضي الكود اللي انت كتبتيه اجى حد بده يعمل له مينتنانس، حد بده يعمل له تطوير، حد بده يعمل له تعديل، انت نفسك جيتي بعد فتره بدك تعدليه، حتستصعب وانت بتقري في كودك. اذا انت مستخدمه كي وورد مره ومستخدمه اسم فاريبل مره، انت حتتعبي وانت مش عارفه حالك، طب هذا انا حاسبه كي وورد ولا انا عامله فاريبل، فنفسك انت حتتعبي. فهم ضربوا عصفورين بحجر هنا. اقل شيء قالوا اول حاجه بصير البروسيس تاع السيستم اسرع، ثاني حاجه بصير الكود تبعي ماله، تمام؟ طيب ثاني حاجه بصير ايش؟
انه موضوع قراءه الكود بيصير ماله اسهل. فعشان هيك هذه ايجابيات. طب واحد بيقول انا حر، انا بدي اكتب كلمه شبيهه بمين بالكيورد، مضطر هيك برنامجي بده، بقولوا له ما فيش عندك مشكله، اكتبه بالحروف الكابيتال. يعني مثلا بدي اكتب كلمه اف، خلص اكتب اي كابيتال اف سمول، اي كابيتال اف كابيتال. انا بدي الاي سمول وبدي الاف سمول، حط اندر سكور في الاول. شفتي كيف؟ يعني اداكي خيارات انه ما تعكس عليك، اما عادي تلكك تصير تقول بدي اي واف بدون اندر سكور، صح ولا لا؟ فالفكره كمان مره انه هو بده يسمح لك تكتب باريحيه زي ما بدك، تختار الاسماء اللي بدك اياها، وفي نفس الوقت يضمن انه البروسيس ماله يكون سريع. طيب خلونا نكمل الان، يبقى وضحت الجزئيه اللي عندنا انه الافضل ما يكونش الكي وورد هو نفسه الفاريبل. ليش؟ عشان اقدر البروسيس تبعتي تصير مالها افضل واحسن، وكمان حتى في اعاده قراءه الكود تكون الامور ايش؟ اسهل وابسط. طيب تعالوا الان نبدا شويه تفاصيل نتكلم فيها. بس في الاول طبعا بدناش ننسى الشغل العام، انه الليكسيكال بيقرا سورس وبيطلع التوكن. البارسر ايش بيعمل؟ كل ما بده توكن ايش ببعث للليكسيكال؟ بقول له هات لي توكن، فبروح برد عليه الليكسيكال بقول له تفضل هاي التوكن. طبعا البارسر قلناه قبل هيك، كل ما بوصل التوكن بيبدا ايش يعمل عمليه التري بناء على الكود اللي احنا عارفينه تاع البارسينج، اللي هو اف لوك اهيد مش عارف كذا، بدنا نختار البرودكشن كذا، الكلام اللي اخذناه قبل هيك. طيب كثير. وطبعا ما ننساش انه كلهم بيتعاملوا مع السيمبل تيبل. طيب خلونا نبدا نكمل. طبعا يا بنات لما نكمل الاشياء اللي اخذناها قبل هيك حمشي عنها، الاشياء الجديده هي بس اللي حركز عليها. طبعا الشابتر هنا بيتعامل انه ممكن في ناس ما تبداش من شابتر 2، انه ناس ممكن تبدا من شابتر 3، عشان هيك في حاجات سهله كمان بذكرها تاني، لكن احنا حنمشي عنها بسرعه مش حنضل واقفين عندها. طيب تعالوا لهذا العنوان، وهذا عنوان مهم وممكن اسال عنه بشكل نظري لانه بارز وواضح. ايش بيقول؟ بيقول lexical analysis versus parsing. وهنا بيسأل سؤال مهم، ليش احنا قسمنا في تو فيزز؟ ليش عملنا الليكسيكال كفيز وعملنا البارسر كفيز؟ يعني ليش ما عملناهم برنامج واحد؟ ليش ما عملناهم في باكج واحده؟ انتم ملاحظين قسمناهم صح ولا لا؟ بتواصل هم مع بعض لكن مقسومين. طب ايش المانع ما كنا نعملهم برنامج واحد وخلصنا؟ يعني نفس البرنامج بيعمل على طول قراءة وبيعمل على طول بارسينج مرة واحدة. ايش رأيكم؟ ايش هل ايجابي موضوعنا قسمناهم ولا سلبي؟ واذا ايجابي ايش الايجابيات؟ ايش رأيكم؟ يعني في ناس بتقول اسهل، يعني واضح انه ايجابي. وهذا معروف دائما، اذا عندي بروبلم وقسمتها لصب بروبلمز بيصير حلها اسهل، وممكن تكون كمان مور افيشنت والبرفورمانس اعلى. اذا هذه ملاحظه انه بالفعل عمليه التقسيم بتخلي فيه سمبلسيتي. طيب ايش في كمان غير السمبلسيتي؟ ماشي، ما هو المينتنس، ماشي، ما هو طالما الكود صار سهل المينتنس حيصير برضه اسهل. غير المينتنس الايش؟ البرفورمانس، الافيشنسي اكيد حتتحسن تصير افضل. ليش حتتحسن؟ لانه الليكسيكال في له موديل خاص فيه حناخده بعدين اسمه ريجولار اكسبريشن، تمام؟ فهذا موديل خاص فيه بخلي عمليه الليكسيكال افيشينت. البارسينج نفسه مش كان له في موديل اسمه الجرامر؟ مش انا جبت مفهوم الجرامر واستخدمته لعمليه البارسر؟ طب ايش اللي نجحني ان استخدم الجرامر مع البارسر؟ انه كان منفصل. عشان هيك بالفعل الافيشنسي والبرفورمانس حيزيد. ليش؟ لانه كل واحد فيهم صار الان قادر اعمله بطريقه مالها سريعه وافيشنت من خلال المودلز السابقه موجودين. فزي ما قلنا الجرامر اجى مناسب للبارسينج، في حاجه حناخدها بعدين اللي هي الريجولار اكسبريشن مناسب للليكسيكال، فهي هذا شغله ثانيه اللي هو البرفورمانس بزيد. ايوه البورتابيليتي او الريوز. ايش يعني الريوز؟ الان لو جينا نتطلع على معظم اللانجويجز حنلاقي انه التوكنز فيهم كلهم تقريبا زي بعض، مش كلهم حيكون في توكن اي دي، مش كلهم حيكون في توكن نمبر،
مش كلهم حيكون في توكن اوبريتور، مش كلهم حيكون في توكن كومباريزون مثلا، مش هيك ولا لا؟ الكاركتر ممكن تكون توكن، صح ولا لا؟ تخيلي انه انا مش عامل الليكسيكال لحاله، خالطه بالسنتاكس تاع اللانجوج، مش حقدر استخدمه هذا الليكسيكال للانجوجز اخرى، خلص حيضل للجافا على طول. لكن تخيل انا فصلته وقلت هذا الليكسيكال بينفع للجافا، طب ما هو نفسه ممكن ينفع للبيسك، ما هو نفسه ممكن ينفع للباسكال، ليش؟ لانه اختلافات اللي بينهم مالهم مش كبيره من ناحيه توكنز، لكن ممكن تكون كبيره من ناحيه سنتاكس. فهذا اعطى مجال لايش؟ للبورتابيليتي، اني اعيد استخدامه في اماكن ثانيه. وضحت كيف الامور؟ عشان هيك هو باختصار قال الاسباب الرئيسيه للفصل بيناتهم باختصار simplicity of design، compiler efficiency تكلمنا عنها، وcompiler portability تكلمنا عنها الثالثه الاخيره. هاي باختصار الاسباب. طبعا هذا ممكن اسالك سؤال فاينل، اقول لك قولي لي ايش الفوائد من الفصل الليكسيكال عن هذا، هذا مش سؤال مخبى، خلاص بتجاوبيني ثلاث كلمات، simplicity وافشنسي از امبروفد مثلا، او البرفورمانس زي ما بدك، والبورتابيليتي او الريوز، خلص باختصار، يعني ما بدناش تعقيدات، الامور سمبل خالص. تمام لحد هان؟ طيب. الان تعالوا نشوف توكنز باترنز اند لكسيمز. طبعا احنا عارفين التوكنز، كلنا عارفين التوكنز، صح ولا لا؟ التوكن هو عبارة عن ايش؟ وحدة واحدة لها مفهوم، قد يكون لها اتريبيوت وقد لا يكون، ويمكن يكون لها اكثر من اتريبيوت. مظبوط؟ الليكسيمز برضه معروفين، اي توكن له ليكسيم، له حروف مكونة. له، مظبوط ولا لا؟ طيب شو الباترن؟ هذا الباترن وصف جديد ما كنتش اخذه في الشابتر السابق، شو هو الباترن؟ مين يقول لي شو الباترن؟ أنماط. طيب بدي ايش علاقته هنا؟ أنماط. طيب غير أنماط. طيب انا بدي اقول لك شو هو الباترن، انسي لي شويه. الان لما اجي اقول لك افتح الملف لقينا كلمه بوزيشن، تمام؟ انت بالنسبه لك هذه البوزيشن هي توكن من نوع ايش؟ من نوع اي دي، ماشي، ايدنتيفاير، مش هيك انت حتقولي؟ حتقولي البوزيشن ايدنتيفاير. طب انت ليش اعتبرتيه ايدنتيفاير؟ باختصار لانه في لك تعريف في دماغك جوا انه اللتر فولد باي لتر اور ديجيت هذا هو ايدنتيفاير، عشان هيك كان في تعريف باطن في دماغك خلاك تقولي انه هذا ايدنتيفاير. طب لو لقيتي رقم 256 حتقولي نمبر، طب انت كيف عرفتي انه نمبر؟ في تعريف باطن في دماغك انه الارقام هذه تعريفها نمبر، صح ولا لا؟ عاد هذا الوصف اللي موجود جوا دماغك هو البتر، هو النمط، هو الديسكريبشن، هو الوصف اللي خلاك تقرري انه هذا هو التوكن الفلاني. طيب ليش هو اليوم مذكور؟ لانه الان بدنا نطلع الوصف من الدماغ، لانه بكره بدنا نتكلم عن ايش؟ سيستماتيك، كمبيوتر، كمبيوتر بده يفهم. لما بدي اقول للكمبيوتر هذا اي دي، كيف بده يفهم انه اي دي؟ مش لازم اقول له الوصف تاع الاي دي، صح ولا لا؟ عشان هيك حنتعلم نعمل الوصف الان على شكل رياضي، على شكل معادله رياضيه اللي هي بنسميها ريجولار اكسبريشنز، اللي حنشوف تفاصيلها المره الجايه. فهمتوا ايش اللي حنسويه الان؟ بدنا كل توكن موجود عندي اعطي له صيغه رياضيه، الهدف منها نصف التوكن. لسه انا مش عارف شو الصيغه الرياضيه، المره الجايه حنتعرف عليها. طب ايش اهميه وجود صيغه رياضيه اوصف فيها التوكن؟ عشان افهم السيستم انه والله الاي دي هيك شكله، والله النمبر هيك شكله، فلازم اقول له، لازم اتخاطب معاه، فحتخاطب معاه بشكل رياضي. شفتي كيف؟ عشان الموضوع يصير سيستماتيك. وديري بالك هذا الشكل الرياضي حيسعفني بشكل كبير في التول. عارف ايش التول باختصار تاعت الليكسيكال؟ بدي افتح التول اقول له في عندي اي دي، هاي وصفه بالشكل الرياضي، في عندي نمبر، هاي وصفه بالشكل الرياضي، في عندي كذا، هاي وصفه، هاي وصفه، هاي وصفه، خلاص يعطيني العافيه. التول بعد هيك بتصير لحالها تطلع البرنامج اللي بيصير يقطع الملف بناء على الوصف اللي انا اعطيته. فانا شفت كيف اعطيته الوصف على شكل رياضي، فعشان يبدا يوصلك لهذا المكان بقول لك في حاجه اسمها باتر اللي هي الوصف. فاحنا اليوم نتكلم كباتر من وجهه نظرنا احنا كهيومن الوصف، لكن محاضرتنا الجايه
حنصير نتكلم كباتر من ناحية رياضية، كيف معادلة توصف الاي دي، كيف معادلة توصف النمبر، كيف معادلة توصف الاوبريتور او الكومباريزون والى اخره. وضحت ليش الباتن بدا يطلع معايا؟ وهذا الباتن نعتبره اساس للسيستماتيك، انه السيستم يصير فاهم لحاله يشتغل، لازم انا اديله معلومه الان، بطل هو هيومن. طيب تعالوا نفصل اكثر ونشوف تفاصيل. هذا مثال بيجي بيقول لك الاي اف، لو انت شفتي مكتوب في برنامج في 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 الملف اي اف ايش حتقول انت؟ حتقولي توكن اسمه اف. طب ليش قررت انه توكن؟ ايش الوصف اللي كان في دماغك؟ انه يجي اي وراها اف، في الوصف طلع الوصف. لما تشوفي اي وراها اف معناها صار عندك توكن اسمه اف والكسيم اف. طيب إلس ليش اعتبرتيها انت كيورد توكن؟ لانه في وصف عندك انه لازم تيجي اي وراها ال وراها اس وراها اي. وقت ما تشوفي هذا اجا حتقولي اذا هذا توكن، شايفه؟ فالديسكريبشن هذا اساسي ولازم يكون موجود عشان نتعرف على التوكنز. طيب كومباريزون، وهنا لاحظي شويه قبل ما اتكلم عن كومباريزون خليني ادي مثال ثاني. احنا قلنا الزائد هو توكن قائم بذاته، صح؟ يعني لو انت كنت حتشوفي في الملف زائد حتقولي هاي توكن وخلصنا. طب افترضي انا عملت اسامبشن، ايش قلت لك؟ قلت لك بدنا نفترض انه الزائد والناقص والضرب والقسمه توكن اسمه اوبريتور. فانت بعد اليوم كل ما حتشوفي زائد مش حتقولي لي زائد، حتقولي لي اوبريتور. طب شفتي ناقص؟ اوبريتور. ليش؟ لان عملت ديسكريبشن الان للتوكن اللي اسمه اوبريتور انه يكون كذا او كذا او كذا او كذا. هاي نفس الفكره في الكومباريزون، بيقول لي انا مش حقول عن حاجه انها كومباريزون الا اذا كانت هاي او هاي او هاي او هاي او هاي او هاي، الاكبر او الاصغر او الاكبر او يساوي او الاصغر او يساوي او يساوي لا يساوي، اي واحده تشوفيهم حنسميها كومباريزون، لانه هي خلاص فرض تعريف الكومباريزون زي هيك. فالان بدون هذا التعريف ما كنتش هتعرفي، فهذا الديسكريبشن لازم هو الباتر. الان تعالي كملي الاي دي ايش وصفه؟ لتر فولود باي لتر اور ديجيت. وبالجافا لتر اور اندر سكور فولود باي لتر اور ديجيت، لانه مسموح الاندر سكور نبدا فيها، صح ولا لا؟ فبناء على الوصف بتصير انت تقولي انه هذا اي دي اي دي اي دي، هذول سامبلز لكسيمز، حروف مكونه لهذا الاي دي. طب النمبر، طبعا مش شرط احنا بس تعاملنا مع الكونستنت نمبرز، لكن افترضي 25 ونص ما هو نمبر، افترضي 25 اكسبوننت 3 ما هو نمبر. فايش بقول لي؟ النمبر هو اني نيوميريك، طبعا احنا فرضينه بس على اساس انتجر، لكن لا هو ممكن يكون ايش؟ اي شيء، كسر، فلوت، بسط على مقام الى اخره، كله نمبرز. فلازم يكون في وصف وديسكريبشن للنمبر. ليترال هذا توكن شو وصفه؟ قال لي وصفه انه يجي الدبل كوتيشن هاي ويجي دبل كوتيشن ويجي بيناتهم كلمات، هذه كلها على بعض اسمها ليترال. يعني وقت ما نشوفه حنقول هذا توكن اسمه ليترال. شفتي هاي يعرف الليترال، وهي باختصار. بس برضو حتى التعريف لليوم لسه ما دخلش الموضوع الرياضيات، فهو لسه قاعد يأهلك للموضوع، قاعد لسه بتكلم برم انه والله وصف الاي دي هيك. لكن الا ما نحاول مستقبلا نقلب هذا الكلام لمعادله، هذا الكلام لمعادله اللي هو موضوعنا المره الجاي. وضح ايش الباتر وليش موجود وايش اهميته وكيف حنصير بعد هيك نعمل الباتر على شكل معادلات، تمام لحد هان؟ طيب طبعا هنا مجرد سامبلز، بيقول لك في اي لانجويج التوكنز بيكونوا تقريبا ضمن الخمس فئات هدول. طبعا لو جيت تطلعي في الفئات حيقول لك يا اما كيوردز يا اما ايدنتيفايرز يا اما نمبرز يا اما اوبريتورز يا اما كل توكن قائم بذاته. يعني مش يعني تطلعي في الخمسه هدول قريهم حتلاقي معظم بالفعل اي لانجويج كل التوكنز تبعاتها بيكونوا وين؟ في المكان هذا، في الفئات هدول الرئيسيات، تمام؟ عشان هيك احنا قلنا البورتابيليتي مهم، انه الليكسيكال يكون ماله لحاله عشان اقدر استخدمه هان وهان وهان وهان، بصير اعمل تعديلات طفيفه من لانجويج للانجويج. لكن لو لزقته وخلطته في ال لو خلطته في البارسينج بصير مش قادر استخدمه لحاله.
تمام. طيب هذا برضو تكلمنا عنه كتير، الاتريبيوتس اوف توكنز. قلنا قبل هيك انه ما تفكريش انه التوكن دائما الاتريبيوت تبعه فاليو، لا، ممكن يكون فاليو، ممكن يكون تايب، ممكن يكون سترينج، ممكن يكون سكوب، ممكن يكون كود، يكون دو وايل اف كونديشن، ممكن يكون كود، ممكن يكون كرييشن لاوبجكتس، ممكن يكون استدعاء لفانكشنز، توب دوت جيت، توب دوت بوت. شفتي كيف؟ هذا كله يحتمل ان يكون له اتريبيوتس، وممكن ما يكونوش ولا اتريبيوت. فبس فبدي افهمك معلومه انه ما تختزليش في دماغك انه يعني الاتريبيوت يعني قيمه فاليو، يعني زي خمسة مش هيك. كل شيء قد يكون اتريبيوت. طبعا هذا يعتمد على نوع التوكن وايش الاتريبيوت تبعاته، ايش المعلومات تبعاته اللي بدي اياها، فهذا كله بنعتبره اتريبيوتس. لكن زي ما احنا عارفين لو اي توكن له 20 اتريبيوت بكفيني سنجل ريبريزنتيشن من خلال سيمبل تيبل، اني احطه في سيمبل تيبل كامل واشر عليه واصير ابعت المؤشر عليه او الكي تبعه عشان ما ضلش اجرجر كل المعلومات معي. تمام. طيب الان تعالوا نشوف مشكله ثانيه. احنا تكلمنا تو على المشكله هاي انه لو كيورد وفاريبل زي بعض بيعمل لي خيله، بيعمل لي خيله في الاكسكيوشن في البروسيس، بيعمل لي خيله في قراءه الكود، صح ولا لا؟ طب تعالوا نشوف مشكله ثانيه تسمح بها بعض اللغات زي الفورتران. الفورتران تسمح انه نكتب فراغات في الكلمه. الفورتران تسمح انه نكتب فراغات في الكلمه. بس قبل ما اقول لك بدي اقول لك الدو كيف بتشتغل ككي وورد في الفورتران. الدو هيك بتشتغل، بيقول دو هذه كي وورد، بعدين كم مره بدنا نلف، بنحدد عدد المرات بدنا نلف فيهم لانه الدو بدها تصير تلف خمسه. بعدين الفاريبل اي حيبدا بقيمه قديش لقديش، فهذه معناها انه الاي حتصير حتبدا بواحد ثم خمسه ثم 10 ثم 15 ثم 20، المهم بده يصير ايش؟ يلف خمس مرات والاي تنتقل من واحد لخمسة وعشرين. هيك معناها هذه الدو، انه يا اي خذ القيم هذه لفي خمس مرات تبدا. طيب الان واحد، المهم خمس مرات بدي لف، فهذه كي وورد. طيب اطلعي هنا، هذه كلمه اسمها دو خمسه اي تساوي 1.25، بس حط فراغات فيها الكلمه، يعني هاي فوق عباره عن كلمه اسمها دو 5 اي تساوي 1.25. الان المشكله انه الليكسيكال كيف بده يعرف انه لما شاف الدو هاي هل هي الدو تاعت الكي وورد اللي جايها رقم وجايها فاريبل وجايها يساوي وجايها رقم وفاصله، ولا هل هي جزء من فاريبل؟ اذا مستحيل يعرف الا اذا مشي لقدام وحيمشي كتير. تعال اطلع شويه، حيلاقي فراغ لسه مش حيفتي في الدو، حيلاقي رقم خمسه لسه حيقول واحده من تنتين، يا الخمسه هذه جزء من الايدنتيفاير يا الخمسه هذه للكي عدد مرات اللفات اللي بدها تصير، فمش حيستعجل ويحكم. حيلاقي فراغ، بعدين حيلاقي اي، حيرجع تاني يقول يا اما الاي هذه جزء من الكلمة يا إما هاي الاي الفاريبل اللي بده نديله القيمة خمس مرات، فبرضه مش هيقدر يقرر. بعدين حيلاقي فراغ، حيلاقي يساوي، برضه مش عارف هل هذه اليساوي يعني فاريبل يساوي شغلة والله هي الدو اي خمسة اي تساوي، فلحتى الآن هو مش قادر لغاية هان يميز إنه هذه الدو إيش كانت، فهيضل ماشي. بيلاقي واحد، طب يا ربي هذا الواحد الرقم اللي بدي ابدا من عنده عشان نبدا اللوب تبعتنا، والله هذا القيمه اللي بدها تتساوى في الفاريبل اللي قبل شويه. اول ما يلاقي النقطه ستوب، معناها احنا بنحكي عن رقم الان، معناها اليساوي هذه قبلها فاريبل، معناها هذه الان دو 5 اي فاريبل. لكن ان لقى فاصله مش نقطه، فاصله، الفاصله هذه بتكونش في الفاريبل، معناها هذه حتطلع الدو اللي قبل شويه مالها كيورد. شفتي كيف؟ وفي الاخر حيعرف طبعا، بس زي ما انت شايفه انه لازم يمشي ايش؟ كثير لقدام. طب تخيلي انا مانعه يكتب فراغ، كان من اول ما شاف دو هنا قال لي كيورد. شفتي كيف؟
كمان مرة لما منعوا تكتب الفراغ جوا الكلمة استفادوا برضو عصافير بحجر زي هاي، إنه خلاص على طول بتدش بروسيس كتيرة، لقى اي اف انتهى، هذه كيورد لسه بدي اقعد اشوف فراغ ومش فراغ وجزء من كلمه مش كلمه، خلص ارتاح لانه مش مسموح في اللانجويج نكتب الفراغ. الشغله الثانيه، المنطق بيقول الكود عشان ينكتب صح، اذا انت ناوي تكتبي كلمه، يعني انا كنت ناوي اكتب كلمه بوزيشن مثلا، اروح اكتب بي انتر 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 او اس تي فراغ 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 او انتر 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 ان عشان اكتب كلمه، بتصير مشكله في قراءه الكود. يعني حتروحي تضيعي حالك انت، يعني لو انت جيتي بعد ما خلصتي رجعتي تكتبيه حتتوهي فيه. فقال لك هذه حركه اصلا ما لهاش لزوم، هذه بالعكس بتخرب مش بتعمر، هذه بتخلي الواحد مش فاهم مش عارف يقرا كود. انت قاعدك تكتب كلمه تروح تكتب لي اياها فراغات وانتر لاينز وتابز، لا انت يا المبرمج صرت مستفيد ورحت عملت ايش؟ اعاقه في عمليه البروسيس تاع الكومبايليشن. عشان هيك بتلاقي اللانجويجز الجديده ايش بتسوي؟ يقول لك لا، وليش بدي فيها الحركه هاي؟ بدناش يكتب سبيس جوا الكلمه. طب ايش ضرب؟ ايش استفاد؟ سهل قراءه الكود وسهل البروسيس. انا بقولش انه الكومبايلر مش حيعرف لو بنسمح، حيعرف، لكن بده بروسيس كثيره ومقارنات كثير عشان يعرف. طب ليش انا اخليه يتوه في شيء انا في غنى عنه؟ عشان هيك كل السلبيات اللي بتكون موجوده في اللانجويجز القديمه بتلاقي الجافا او السي بلس بلس ماله بطل يسمح فيها. يعني ممنوع تكتب فراغ في الكلمه، ممنوع تستخدم الكي وورد نفس الفاريبل وهكذا مع اشياء اخرى. وضحت هنا هذا المثال؟ تمام. طيب الان طبعا هذا مثال يا بنات ما فيش فيه شيء، بدي امشي عنه بسرعه. هنا بعتبر كانك لسه انت مش عارفه شو توكن، وقاعد بقول لك لو الملف مكتوب فيه جوا هيك وشغلنا الليكسيكال ايش حيطلع؟ ما احنا عارفين، حيطلع هذه اي دي والمؤشر اللي عليها الاتريبيوت، حيطلع اسايمنت، حيطلع اي دي والمؤشر عليها ويكون حاطه في السيمبل تيبل، وحيطلع ضرب لانها مستقله. اذا انا حاططها ضمن مجموعه بيقول لي اوبريتور لها اتريبيوت، اذا انا حاططها زي هنا لحالها خلاص بيقول لقيت ملت، لقيت اي دي، لقيت اكسبوننت، لقيت نمبر. فهذا كله احنا المثال زهقنا منه، يعني بالنسبه لنا صار سهل جدا ما فيش فيه شيء. طيب هذا برضو سؤال نظري مهم، لكسيكال ايرورز. طبعا احنا عارفين انه كل فيز بتكتشف اخطاء، خصوصا عمليه البارسينج بيكتشف او البارسر بيكتشف السنتاكس بشكل كبير، صح ولا لا؟ فهنا ايش بيقول لي حتى اللكسيكال صح شغله بسيط ومحدود، لكن حتى اللكسيكال نفسه بيكتشف بعض الاخطاء البسيطه. شو هاي الاخطاء البسيطه اللي ممكن يكتشفها اللكسيكال؟ هاي سرد لي اياهم 1 2 3 4 سهلين. قال ممكن الليكسيكال يعرف انه احنا حاطين حرف زياده، كاركتر زياده، ممكن يعرف انه احنا شايلين كاركتر يعني المفروض يكون محطوط، ممكن الليكسيكال يعرف انه احنا مبدلين حرف مكان حرف، يعني لو شلنا هذا وحطينا هذا مكانه تزبط، ممكن الليكسيكال يعرف انه الحرفين اللي جانب بعض المفروض ينعكسوا. هاي اقصى الشغلات اللي ممكن يكشفها الليكسيكال، لكن اشياء كثيره وخرابيط كثيره بتبطل الليكسيكال يقدر عليها. لازم مين؟ البارسنج هو اللي يكتشفها، انه عمل ديكلاريشن ما عملش مش عارف ايش، في كثير تفاصيل في البارسه لما نوصل الشابتر رح نتكلم فيها، لكن احنا اليوم بس بديني هذا الليكسيكال اللي شغله محدود شويه، اللي شغله بيقطع في التوكنز، هل بيقدر يكتشف اخطاء؟ بيقدر يكتشف اخطاء ويديني فيها رسائل، بس اخطاء محدوده. حرف زياده، حرف ناقص، تبديل حرفين، حرف مكان حرف، بس زي هيك. فبس باختصار، فلو سألناك ايش الاخطاء اللي ممكن يكتشفها الليكسيكال بتقول 1 2 3 4 ويعطيك العافيه. يعني زي هيك بسأل، بسألش اسئله السطور مخبيه، لا بسأل اسئله واضحه لها سكشن او سب سكشن او تكلمنا عنها بشكل واضح، فبس فما تقلقيش يعني من الاسئله اذا في سؤال نظري. طيب الان خذوا بريك دقيقه، لانه الان سكشن مختلف تماما، خذوا بريك دقيقه. يا لهوي تأخر.
طيب خلونا بنات نبدأ الآن لو سمحتوا. هدوء هدوء الآن لو سمحتم. طيب بنات الآن بدنا ندخل في سكشن 3-2 اللي هو موضوع البفر. طبعا البفر ما مرش علي خالص في الشابتر السابق، شو قصته ليش موجود؟ بس أنا عشان أفهمك ليش موجود بدي أضرب مثال بسيط. بدي أفترض أنه قلنا أنه في إلى أنا 20 كتاب موجودين في مبنى الاي تي، بتعرفوا مبنى الاي تي اخر ورا المسجد، تمام؟ في 20 كتاب هناك، وقلنا مثلا لفلانه بعينك الله روح جيبي لي ال 20 كتاب هدول. هل المنطق انها حتروح وتاخذ كتاب وتيجي وتجيبه وترجع 20 مره، ولا المنطق بيقول انها رايحه حتروح وتروح تلم قد ما تقدر تشيل وتجيب وترجع كمان مره؟ ايش الاصح في الحالتين؟ الثانية. مش معقول إذا تروح 20 مرة رايحة جاية، خلص إذا تقدر تجيب 5 كتب 10 كتب 7 كتب حتجيبهم وترجع كمان مرة. وهاي نفس القصة في قراءة الكاركترز. إحنا قاعدين نتكلم، كنا في الليكسيكال، من وين بيقرأ الكاركترز؟ من الملف. الملف في مشكلة إنه الملف هذا يعتبر من الانبوت اوتبوت، من وحدات الإدخال والإخراج، بيكون موجود مثلا عندي في الميموري. معروف انه لما بدي اعمل له اكسس واجيب منه معلومه حيكون الوقت مكلف بالنسبه لي، لانه بطيء جدا 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 مقارنه بالسرعه اللي داخل البروسيسور، او مقارنه جوا الكاش الميموري اللي جوا. فانت متخيله؟ ففي كل مره بدي اروح اقرا من ملف مشكله. فلو انا بدي اقرا كاركتر مشكله، انت الملف يمكن شوفي كم الف كاركتر، وكل مره بدي اروح للملف جاي من الملف رايح للملف، مش هذا بضيع وقت؟ وانا في النهايه معني بالوقت، تمام؟ عشان هيك ايش الفكره تبعتنا؟ انه طب ما زالك رايح على الملف، ما تقراش كاركتر، اقرا الحصه اللي بتقدر تقراها، سطر سطرين 1000 2000 حسب التكنولوجيا، حسب الكومنس اللي عندك قديش بتقدر تقرا، اقرا خدهم. ولما تدخل جوا البروسيسور وين نحطهم؟ بدنا نرميهم في الشارع؟ بدنا نحطهم في بفر اللي هو سريع الاكسس، انا اتعامل معه بسرعه، فبروح بخزنهم عندي جوا وبصير ايش؟ اقرا منهم هم هان، بدل ما اضلني رايح جاي على الملف. طبعا السرعه في غايه الاهميه للكمبيوتر بشكل عام. يعني انت لما بتشتري كمبيوتر بهمك التوتال يكون سريع، صح ولا لا؟ ايش الفائده مثلا يروحوا يسرعوا لي البروسيسور ويروحوا يعملوا لي اوبريتنج سيستم ولا كومبايلر بطيء الضعف؟ ما انت في الاخر ضل الكمبيوتر بالنسبه لي مش هالسرعه الكبيره، صح سرعت لي شويه انت في البروسيسور، لكن رحت بطأت لي في السوفت وير تاع الاوبريتنج سيستم. عشان هيك موضوع انه الكمبيوتر يكون سريع تكلمنا عنه ايام العماره، قلنا الكل يعمل لنفس الهدف، ابتداء من الابلكيشن. الكل بيحاول يعمل سوفت وير يكون ماله سريع وافيشنت. تخيلي حضرتك اجيت عملت لي جيم ولا ابلكيشن تقيل كثير، طب ما انا مش حقدر انزله على الجهاز تبعي، ساعتها بقول لك ما بديش الابلكيشن تبعك، يا بروح بجيب لي جهاز، ومين بده يروح يشتري له جهاز مخصوص عشان جيم؟ لكن تخيلي كنت قادر تعملي نفس الجيم بسرعه وبدون ما يكون تقيل ويتحمل بسرعه انت المستفيده اللي عملت الابلكيشن، لانه الكل حيصير ايش؟ ياخذ منك هذا الجيم. فشفتي وانت قاعده تتكلمي كابلكيشن كان السرعه مهم، وان الكود يكون افيشنت مهم، صح ولا لا؟ مش بس هيك، لما ننزل للليفل اللي اقل منه شويه اللي هو الاوبريتنج سيستم والكومبايلر، اذا ما كانش برضه هذا بيحاول انه يزيد من سرعته، الكومبايلر يصير اسرع، الاوبريتنج سيستم يصير اسرع، وايش الفائده؟ افترض راح عمل لي ويندوز، انا كنت في ويندوز 7 مثلا، راح عمل لي ويندوز 10 بطيء. لا والله لسه اضلني في ويندوز 7 السريع احسن. عشان هيك وليش كل مره بتلاقي في نسخات محدثه من الويندوز؟ لانه كل مره بيحاول يسرع، يستفيد من التكنولوجيا ويسرع عمله. لانه باستمرار حتى الاوبريتنج سيستم لازم يصير اسرع، حتى الكومبايلر لازم يصير اسرع، حتى الليفل الاخير اللي تحت اللي هو الهاردوير واللي تكلمنا فيه بالتفصيل ايام العماره بيحاولوا يكون اسرع، سواء من تكنولوجيا البايب لايننج او الباراليزم او اي تكنولوجيا اخرى موجوده. فشفتوا فالكل يسعى لايش؟ الى السرعه. وهنا نفس القصه تبعتنا، احنا قاعدين نشتغل كومبايلر، صح ولا لا؟ يبقى لازم الكومبايلر يكون اسرع ما يمكن. عشان هيك انا لازم ما اضيعش وقت على الفاضي في الملف رايح جاي رايح جاي. يبقى المنطق ايش بيقول؟ انه لا، خذ قد ما تقدر وحطهم عندك جوا في المكان السريع، في المكان التخزين السريع، وصير اشتغل عليهم عاد.
دور على التوكنز عاد. طيب سؤال، ايش الاحسن، اشتغل على بفر واحد ولا بفرين جنب بعض، بحيث انه لما اجي اخلص من الاول اعبي الثاني، فبنتقل على الثاني، بيجي بده يخلص من الثاني يعبي الاول، مين الاسرع؟ اثنين. لانه لو الثاني مش موجود بده يستنى لما يرجع ايش يعبي. طب لا، انا احط اثنين جنب بعض، اول ما اوصل للنهايه بيبدا يعبي الثاني، بس بمشي في الثاني، اول ما اوصل للنهايه بصير يعبي في الاول. برضه هذه فكره ايش، علشان ما نضيعش وقت. علشان هيك هو اجى اليوم ايش يحكي لي، يقول لي انه احنا بدنا نعمل بيرز اوف بفر، يعني بفر نصين، على اساس انا اقرا من الملف واجيب معلوماتي. يبقى الليكسيكال الجديد تبعنا بعد التطوير حيبطل يتعامل مع الكاركتر في الملف، حيصير يتعامل بيعتبر معلوماته كلها قاعده في بفر، فبصير يمشي في البفر وبيدور على التوكن. طبعا كيف بده يلاقي التوكن؟ لازمني مؤشرين، هان مؤشر بنسميه بدايه التوكن، يعني افترض اي دي، فبدايه الاي دي، ومؤشر بده يضل يمشي، يعني افترض لقيت حرف الف وراء لتر اور ديجيت، لتر اور ديجيت، هذا الفورورد لتر اور ديجيت، لتر اور ديجيت، لقيت ديجيت خلص بيرجع خطوه الفورورد، صار التوكن وينه؟ من البيجين للفورورد، فهذا كله ايش بنسميه؟ التوكن. حيروح يرجعه، وين البيجين حيروح بعد هيك؟ لبعد الفورورد، والفورورد كل مره بيبدا من وين؟ من عند البيجين. يعني حنغير بعد ما بنلاقي التوكن الفورورد، طبعا البيجين حيروح لبعد الفورورد، والفورورد حيقف على نفس البيجين ويعيد يدور. طيب الان ملاحظه صغيره، لما الفورورد يوصل لنهايه الجزء الاول بيصير ايش يعبي؟ الجزء الثاني. طيب لما الفورورد يصل او الليكسين بيجين يوصل لنهايه الجزء الثاني بيصير يعبي النص الاولاني باختصار. طيب الان بس بدنا في بعض المشاكل او بعض الملاحظات اللي بدنا ناخذ بالنا منها. زي ايش؟ انت كل مرة حتروحي تعملي مقارنة. ايش المقارنة؟ هل يعني حتقولي هل الفورورد في نهاية النص الأول؟ else if. هل الفورورد في نهاية النص الثاني؟ else if. هل الفورورد في نهاية الملف؟ لأن كل واحدة إلها معنى. طبعاً else خلص حيكمل شغلنا إنه يمشي وياخذ التوكن. ليش هو كل مرة بده يعمل الأربع فحص هدول؟ لأنه إذا كان في نهاية الملف بده يقول خلصت. إذا كان في نهاية النص الأول بده يقول عبي النص الثاني. إذا في نهاية النص الثاني عبي إيش؟ النص الأول. فبتلاحظي في مشكلة إنه في كل حركة بدك تقارن لي أربع مرات. فإذا طول البفر ألف يعني 4000 مقارنة. مش هذه مشكلة؟ طيب قال لك كيف بدنا نحلها؟ ركزي معي. قال لك كيف بدنا نحلها؟ قال في حاجة بنسميها سنتنلز. شو هذا السنتنل؟ رمز النهاية. طبعا هذا الرمز تاع النهايه لازم يكون كاركتر مش من الكاركترز المعروفين في التوكنز. يعني ممنوع اقول رمز النهايه حرف تي. ليش؟ لما اكتب حرف تي طب ايش يعرفني انه بقصد فيها من التوكن؟ والله ايوه. فممنوع تستخدمي كاركتر من اللي ممكن يكونوا في اللانجوج، فبدنا نستخدم كاركتر مش من اللانجوج عشان نكون عارفين هذا رمز النهايه، فهذا بنسميه سنتنل. هنا اخذ اسمه اي اوف اند اوف فايل او اند اوف النص. فخلينا نقول لو حطيت انا في نهايه هذا الاند اوف فايل وحطيت في نهايه الاند اوف فايل وحطيت الاند اوف فايل في نهايه التوكن، قال لي انت استفدت من القصه هذه. خليني اورجيكم اياها. هي سنتنلز، هي شايفه ايش سوى؟ ايش عمل؟ حط رمز نهايه، رمز نهايه، رمز نهاية. معي خبر انه الحطة هذه وفرت علي كثير في المقارنات. اقول لك ليش؟ لانه انت حضرتك حتصير ايش تسوي؟ تعمل مقارنة واحدة، هل الفورورد رمز نهاية ولا لا؟ لا بيشتغل فورورد. هل الفورورد رمز نهاية ولا لا؟ لا بيشتغل فورورد. شو تقارني مرة؟ هل الفورورد رمز نهاية ولا لا؟ في الحالة هذه بتوصلي. طب نهاية ملف ولا نهاية جزء اول ولا نهاية جزء ثاني؟ فلاحظ الحركة الثانية صار أسرع بكتير، صار في كل ألف مرة يقارن مرة بالتفصيل. يعني حيمشي 999 مثلا بمقارنتين، مرة بيزيد. أول إيش كان يسوي؟ في كل مرة يعمل أربع مقارنات. إذا فكرة السنتنل فكرة سهلة وبديهية، لكن تأثيرها ماله؟ كبير.
شفت ايش فكرتها؟ قال لك خلاص حطي نهايه كل جزء هذا الكاركتر، نهايه الجزء الاول اي اوف فايل، نهايه الجزء الثاني اي اوف فايل، نهايه الملف اي اوف فايل، سيري في كل مره بس قارني مقارنه واحده، هل هذا الفورورد نهايه ولا لا؟ لا خلاص اشتغل. وصل لنهايه حدد ايش النهايه عشان تقرر ايش تعمل. وضحت؟ يبقى هاي الاشكاليه الاولى حليناها، المقارنات الايش؟ المتعدده. وهي الكود عشان تشوفيه، هاي باختصار هاي الكود الجديد ايش قال لك؟ قال لك بس انا الفورورد حقارن القيمه تبعته، هل هي كيس اند فايل؟ اذا لا حيدخل وين؟ حيدخل في شغله، انه امشي لطر اللي كنا بنقوله قبل شوي، صار شايفه بس كيسين فيش غيرهم. طب اذا اند اوف فايل ساعتها بس في الحاله هذه اللي بتصير مره كل قديش بصير يدخل ايش؟ يفصل هل هو نهايه جزء اول عشان اعمل ريلود للجزء الثاني، هل هو نهايه جزء ثاني عشان اعمل ريلود للجزء الاول، هل هو نهايه الملف عشان اوقف واخلص واطلع. شفتي كيف وضحت هذه كيف سوينا لحد هان؟ في ضايل بس 3 دقائق بدي اخلص فيه اللي ضايل، بس في اي سؤال هنا؟ طيب اخر نقطه بدنا نحكيها وركزوا لانها مهمه، طبعا محاضره اليوم مش داخله في الامتحان. ايش بقول لي؟ قديش السايز، يعني كم كاركتر حيقرا؟ تخيلي حيقرا في البفر 4096 كاركتر، وهذا كان الكتاب قبل كم من سنه، يعني يمكن اليوم صار يقرا اكثر كمان في التطويرات اللي بتصير، لكن احنا خلينا بديك انه حتى رقم ال 4096 رقم مهول. 4096 بايت، عارف ايش يعني؟ 4096 كاركتر، لانه البايت هو كاركتر، فتخيلي يعني بيدخل على الملف بيقرا 4096 كاركتر، طبعا ممكن يكون منهم حروف لاينز تابز الى اخره، فبيقراهم. طب سؤالي لك، اذا هذا طوله 4096، احنا متعودين انه التوكن اجعص توكن انا بكتبه بوزيشن مش عارف ايش كله 10 15 حرف، صح؟ سؤالي لك، هل ممكن يصير في مشكلة في التوكن، يعني التوكن يطير مني؟ يعني بمعنى انه افترضي بدا التوكن من هان والفورورد المسكين قاعد يمشي 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 يمشي، طبعا اذا الفورورد وصل للاخر حيروح ايش يسوي الفورورد؟ حيعبي النص هذا، صح؟ فبتكون هذه مالها راحت، فبضيع التوكن لانه نصه تاكل، وهذه ما بتصيرش الا اذا كان طول التوكن ايش؟ اكبر من 4096 كاركتر، لانه اذا كان اكبر معناها في نص بده يطلع عنه بده يتحمل في النص اللي كان فيه فبده يموت، فبده يروح منه اجزاء التوكن. فهل الحاله هاي انه توكن طوله 4096 ممكن يكون موجود؟ يعني ممكن نطلع برا البفر؟ يعني هذه المشكله وارده؟ ايش رايكم؟ عشان نختم هذا السؤال، ايش رايكم؟ وارد هذه المشكله؟ أنا بكيش لسه على الستاك، موضوع أنا بحكي الآن في التوكن، ماشي الأوفر فلو لو طلعنا برا ستاك، الآن أنا بحكيش على الستاك، أنا بحكي في التحديد للتوكن، أنا ليش جبت البفر؟ للتوكنز، هل أنا ممكن يكون في عندي توكن أحتاج إني أمشي برا البفر؟ طيب أنا بدي أجاوب، ممكن ووارد، وبدي أديكي مثالين، مثال من اللانجوجز القديمة ومثال من اللانجوجز الجديدة. بالنسبة للقديمة أنا مسحتها اللي هي الدو قبل شوية، ما كانش حيفتي إنه الدو هذه كي وورد إلا لما يمشي قدام، مش كان الفورد دو يمشي قدام كتير؟ من حسن الحظ كان حيمشي بس 10 لتر 10 كاركتر لما يوصل لفاصلة ولا يوصل، صح؟ لا، لكن افترضي إنه ما كانش حيقدر يقرر إلا يمشي كتير، فوارد جدا زي الإف ذن قبل شوية، إيش يعرفوا إنه الإف هذا إلا يشوف الذن والذن ومش عارف وظل ماشي، صح ولا لا؟ فوارد جدا انه يطلع برا البفر، خصوصا في اللانجوجز اللي بتسمح يكون الكي وورد زيها مين؟ زي الايدنتيفاير، لانه مش حيقدر يقرر فمضطر ايش؟ يمشي كتير عشان يعرف. المشي الكتير ممكن ايش يسوي؟ يضيع التوكن. عشان هيك لاحظي هذه ايجابيه من الايجابيات، انه لما منع الفاريبل ايدنتيفاير يكونوا زي بعض، مش بس هينا استفدنا هنا بطل يطلع برا البفر، غير الايجابيات اللي تكلمنا عنها قبل شويه، غير انه سهل الكود، غير انه زاد البروسيس، حتى بطل يطلع برا البفر بصير. غير ايجابيات اخرى ممكن نلاقيها في الدروس اللي قدام، اذا واضح انه عدم استخدام
الكي وورد زي الفاريبل هذا إشي إيجابي بشكل مطلق. يعني أديك مثال تاني ذاكر هو هنا إيش بيقول، طلعي معايا. بيقول في لانجويج زي البي ال اي الديكلير هاي قد تكون اسم فانكشن وقد تكون كي وورد، تمام؟ الآن هو كيف بده يعرف؟ للأسف الكي وورد له argument والفانكشن له parameters. فالمشكلة لما بشوف كلمة ديكلير ما بيقدرش يعرف إلا يمشي في كل البراميتر. طب أنا يمكن أحط 50 باراميتر للفانكشن تبعتي، وارد جدا هذا في أي لانجويج إن يكون باراميتر كتيرة لبرنامج أبليكيشن كبير. فمية المية هنا إيش حيصير؟ حيطلع برا البفر لأني سمحت بالدبليكيشن هذا. طبعا لازم يكون في سوليوشن. إيش السوليوشن اللي كان مقترح؟ إنه خلص أنا الديكلير مش قادر أفتي فيها، بروح ببعتها للبارسر وببعت له عنده علامة إنه أنا مش قادر أعرف. أنت يا بارسر عاد أعمل البارسينج تبعك وقرر. يعني ممكن أحيانا يؤجل الليكسيكال إنه يفتي في المعلومة، يقول أنا مش قادر، مش واضح لي لا هي كيورد ولا واضح لي إذا هي فاريبل، وبطلع برا البفر. فأنت تفضل كمل الشغل. شفتي كيف؟ يعني لازم يكون لكل كيس حلول. لكن أنت ملاحظة إنه لما بكون الكيورد زي الفاريبل المشاكل بتكتر. طب إحنا قلنا لانجويج زي جافا منعت هذا الكلام، إذا معظم الحالات هذه مش حنشوفها، صح؟ طب سؤالي، هل ممكن يمر علينا في الجافا طريقة طلعنا برا البفر؟ عشان نختم. الليترال. مش قلنا قبل شوية في الجافا انه الكوتيشن والكوتيشن وكل الكلام اللي بينهم هذا توكن؟ طب وارد جدا تكتبي لك 15 اسطر بدك تطبعيهم عن البرنامج، البرنامج بيعمل كذا، سوي كذا، السطر، مش هيك؟ فوارد جدا تعمل الليترالز وتاخذ معك فيو لاينز ويطلع برا البفر. قال لك طب الجافا كيف تتصرف في هذا الحال؟ قال لك خلص الجافا ايش بتسوي؟ بتعتبر اللاين كله مثلا سب توكن، فبيبعته سب توكن، فبيبعته في اخر واحد لما يخلص بيعمل كونكاتينيشن. مش في السترينج في الجافا كونكاتينيشن انه هاي مع هاي مع هاي مع هاي، اعمل كونكاتينيشن بيصير التوكن كامل. يعني المقصد انهم اخذوا بالهم انه وارد تطلع برا البفر وعملوا لها حل. يعني هاي سؤالنا، هل ممكن انه انا اطلع برا؟ ممكن بصير، لكن لازم يكون ايش؟ في سوليوشن وحل لهي القصه. طبعا هل البفر مهم وجوده؟ طبعا مهم جدا جدا، لانه حيوفر علي سرعات مهوله. تخيلي بدل ما اروح 4096 مره على مكان بطيء، مره واحده بجيب ال 4000 كاركتر عندي، تخيل 4096 وبشتغل عليهم، وقبل ما اخلصه بكون جاييني 4096 غيرهم، فبصير العمليه مالها في قمه السرعه لما اتعامل مع بفر. وضحت؟ عشان هيك ضروري من الملف ما تعمليش زي ما كنا نعمل في شابتر 2 نمشي على الملف، لا بأقرا وبحط في بفر وبتعامل مع البفر. هيك انا خلصت اللي عندي. في اي استفسار؟ يعطيكم الصحه والعافيه وموفقين ان شاء الله.